وكان نحو الساعة السادسة، فكانت ظلمة على الأرض كلها إلى الساعة التاسعة. وانشق حجاب الهيكل من وسطه، استودع روحي. المجد لله. بالحقيقة كان هذا الإنسان بارا. وإذا رجل اسمه يوسف وكان مشيرا ورجلا صالحا، هذا لم يكن موافقا لرأيهم وعملهم، تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع وأنزله ولفه بكتان ووضعه في قبر قبل حلول السبت قبل المغيب. اغفر لنا، ولكننا نسير خلف جسد ربنا. أنا أعلم، ولكن هيا فالسبت يدنو. ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتينا إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددناه. لماذا تطلبن الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا، لكنه قام. اذكرنا كيف كلمكن وهو بعد في الجليل. ابن الإنسان سوف يسلم في أيدي أناس خطاة ويصلب، وفي اليوم الثالث يقوم. دخلنا ووجدنا أن جسد الرب قد اختفى.
اختفى. اختفى؟ ظهر لنا ملكان لامعان مثل الشمس، وقال لنا لماذا تطلبنا الحية بين الأموات؟ هذا حق. صحيح بالحقيقة، لقد رأيناهما. اذهبوا وانظروا لأنفسكم، كان القبر فارغا والرب ليس هناك. بطرس، يجب أن تصدقونا. اسمعوني جيدا أرجوكم، لقد ظهر الرب لسمعان. لم نعرفه أولا عندما كنا في الطريق، ولكن عندما كسر الخبز عرفناه. أمواث، ولماذا يذهب إلى هناك؟ سلام لكم. ما بالكم مضطربين؟ ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟ انظروا يدي ورجلي، إني أنا هو. جسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. هذا هو الكلام الذي كلمتكم به قبل أن أموت؟ إنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. هذا ما قيل: المسيح سيموت ويقوم في اليوم الثالث، وسيكرز باسمه للتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدئا من أورشليم. وأنتم شهود لذلك، وهانا أرسل إليكم موعد أبي، فامكثوا هنا حتى تلبسوا قوة من الأعالي. بركة الرب عليكم. دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين. إن القبر الذي وضع فيه جسد الرب يسوع فارغ، فبعد 3 أيام من صلبه قام الرب من الموت وهو حي اليوم. إنه يريد الدخول إلى حياتك، فهو نفسه قال: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. لقد مر على قيامة الرب يسوع من الموت حوالي 2000 سنة، وما زالت شخصيته تحتل مركز الصدارة كأعظم وأقوى شخصية في تأثيرها على العالم.